كل الشكر والتقدير لهذا الانعقاد، هذا المؤتمر، وهؤلاء الرعاة والحضور على الدخول في مستحدث جديد واعد للتشريعات المصرية والعربية من حيث البناء والتطوير، من حيث المساهمة في ثقافة التطوير والتطلع لما يجري في العالم من إنجازات ومن تطورات رقمية وغير رقمية، تحتاج منا أن نرصدها وأن ندعمها وأن نساهم فيها وأن نطورها. والرصد والدعم والمساهمة بالتطوير يحتاج إلى جهد كبير، جهد من القائمين على مثل هذه الانعقادات والمؤتمرات، قيادتنا ومفكرين القانونيين في الفروع المختلفة التي يمكن أن تساهم بشكل مباشر في مثل هذه المستحدثات. الحقيقة إحنا باعتباري محامي معني بأن أتطلع وأن أقرأ وأن أستفيد مما يقدم في مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الحوارات، لأننا في حاجة إلى أن نضيف هذا الجديد إلى ما نحن عاملون فيه. الاتحاد العربي للتحكيم في حاجة إلى أن يقف على آخر ما يجري من تطورات تشريعية وأيضا أدوات تشريعية وأيضا الرقابة التشريعية لما يدور في احتياجات المجتمع العربي كله. نقابة المحامين في حاجة إلى هذا الأداء وهذا الدور من خلال تنمية ثقافة أبنائنا المحامين وزملائنا المحامين، سواء على مستوى معاهد المحاماة المنتشرة الآن في مصر أو على مستوى تجمعات المحامين النوعية المختلفة. نحن معنيون بهذا الانعقاد وبهذا المؤتمر، شاكرين كل الشكر والتقدير والعرفان لحضراتكم على هذا الحضور، وأيضا للقائمين على هذا المؤتمر على اختيار شخص متواضع للتكريم أو للتحدث في الجلسة الافتتاحية. خالص تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد، وشكرا للحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يسعنا اختتام الجلسة الافتتاحية إلا أن نرد الفضل لأهل، فكان الفضل لله ثم لحضراتكم ثم للشركة المنظمة إيجيبت فيوتشر على تنظيم ذلك الحدث، ثم ختام وهو مثل الختام أن نرد الفضل صاحب الفضل سعادة النقيب سامح عاشور، وأن نتقدم له بتقدير وتكريم لا يقابل قدره ولا يوافي جهده في إطراء المنظومة القانونية ودعم منظومة الاستثمارات المصرية والعربية. اسمحوا لي باسم المؤتمر وباسم حضراتكم أن نقدم له جائزة التميز عن عام 2018 لإطراءاته للحياة القانونية ومنظومة الاستثمارات المصرية والعربية. وتتفضل الشركة المنظمة عمان حيدر يا سعادة.